اصدار قرار بوقف عمليه الصيد بالبحيره على المده من 15/3 حتى 15/5. هذا القرار مشهد لحقوق الصيادين للاسباب الاتيه. في ظاهر القرار تنمية الثروة السمكية، أما في باطنه العذاب بالنسبة للصيادين. أنا حابب أقول على بالنسبة للبحيرة بتاعت القفلة نفسها، إنها تقفل على ناس وناس لا، يعني فيها ظلم شوية، من ناحية إنه موضوع الزريعة اللي يحكوا عليها، إنه البحر هيتقسم نصين، قبلة في المناطق القبلية البعيدة هيظهر الموسم والتكاثر في شهر 2، ما يقفلش البحر فيهم، هيقفل في الجزئية في شهر 4. يا دوبك يظهر من ناحيه من بحر اللي عندنا احنا بس، فكده يبقى يقفل على ناس وناس له. هناك اسباب اخرى للتنميه، على سبيل المثال الامداد وتمويل المسطح المائي للبحيره بكميات وفيره من الزريعه المتواجده بالمفرخات السمكيه لدى الثروه السمكيه، ده ما بتمش. احكام الرقابه الرسيقه لوسائل الصيد وادوات الصيد المخالفه، وذلك عن طريق تشكيل لجان رقابيه متمثلة في شرطة المسطحات المائية والثروة السمكية وأعضاء ومشايخ الصيادين. ثالثا اتخاذ قرارات وعقوبات رادعة ضد المخالفين. الكلام ده ما فيش لجنة حدثت من بداية العام، ما فيش تنفيذ قرارات. احنا توجهنا واخد البالك البتاع ده وكل المعدات كل حاجة غالي تمام، والبتاع ده ولو قفلت البحيرة شهرين احنا مش رح نلاقوا حاجة، وقلة المصايد فيه واخد بالك بتاع ده هو السمك يعني بيصطاد بطريقة غير قانونية. يعني المركب اللي زي ده بشتغل عليه حاليا دلوق في الوقت اللي انا احكي فيه ادق ب 7000 جنيه دي، ايوه اللي هي ده اشتغل بيه تمام. اجيب كيلو الغاز اللي هو المستورد اجيبه حسبة 220 جنيه وب 100 وب 200 جنيه، ياخد كده ياخد كي ياخد بالظبط 10 ايام معايا، 10 ايام ويتقط تمام. والتعيين غال، والعيش برضه زي ما انت شايف يقول لك عملنا لكم بضايق تومين للصيادين، وبرضه زي ما هو برضه ما مقضينش الناس، الشعب اللي قاعد في البحيره ده مش ليه، لازم ياكلوا ويشربوا ويبقى له تامين. بالنسبة لقرارات وقف الصيد بالبحيرة لا يحقق منه الغرض في التنمية للأسباب الآتية: لتعارضه مع سياسة الدولة نحو التنمية ومحاربة البطالة، عدم مراعاة البعد الاجتماعي لأسر الصيادين، عدم وجود صندوق مالي الغرض منه إمداد أسر هذه الصيادين في فترة الوقف حتى ينالوا لقمة عيش كريمة. سيد المحافظ يقول أنا عاوزك في البحيرة 10/15/3، قد ايه 5 ايام؟ 5 ايام انا واحد من الناس دلوقتي شغال في البحيره، هم الشهرين الوحيدين اللي انا هاكل فيهم عيش دول. لا اعرف اي مهنه عن اي حاجه، هروح انام في البيت شهرين، انا كنت عامل لي 500 جنيه 600 جنيه، انام في البيت شهرين يكفوني؟ انا وعيالي معايا 5 6 عيال انا، حكفوني؟ في 26 مليون، سعادتك كويس ان انت قلت لي الكلام ده كده، مرصوده من السيد المهندس ابراهيم محلب منذ مايو الماضي، الغرض منها تجهيز 19 وحده لتنميه البحيره. ال 19 وحده الغرض منها عشان يتنفذ قرار الصيد، حتى الان لم يتم انشاء اي وحده. انا ارجو من سعادتك كلمه واحده بس، لو واحد من المسؤولين نزل لبحيره وعاش فيها يوم وكل الرغيف ابو شلن اللي احنا على كلو دي هاي واستحمل بطنه ما وجعتوش هاي ادفع عمري كله. ده احنا عايشين في مرار قاس الزيت ب 20 جنيه، الرغيف اللي هيقول لك مدعم ما يكفيناش هاي. كل السكر ب 10 جنيه.